مرحبا وبيك اكثر عايش لاباس ربي يفضلك خدمه كيفاش والله سافا لاباس الحمد لله مريقه اليوم تونس فما فئه كبيره يتشكوا ولا اغلبيتهم خلينا نكون واضحين خلى اقل الطبقه المتوسطه ديما فما تشكي من غلاء الاسعار صحيح ثم انفلاسيون ثم ارتفاع في الاسعار معناتها انفلاسيون معناتها ارتفاع الاسعار توليها مده والمواطن التونسي ما نجمش معناتها بالشهريه نتاعو يخلط باش يلبي حاجياته الكل دونك نتمنى من الدوله ومن المسؤولين يراعيوا معناتها كما نقولوا قفه المواطن وربي معناتها يسهل العباد الكل ان شاء الله. ديما نحكيو على حلول والضغط على كتله الاجور ونحكيو على الرقابه لكن المشكل الظاهر اعمق من هكا الاسعار طارت نار ما عادش نجموا الاخرى نحكيو على اسعار اخرى منخفضه اكثر وانت تمشي للاسواق هي نفسها الاسعار كلها مرتفعه المواطن التونسي يمشي يتفرج يمشي في السوق يدور يدور يروح البر نسبه كبيره هي المشكله الكبيره من نتصور معناتها البضائع المهربه اللي فرود واللي معناتها البضائع اللي تجي من برا بطريقه غير قانونيه اللي تكسر الاسواميات في تونس وتكسر التجار من شموش يخدموا وكل شيء معناتها مربوط ببعضه وبرشا تحايل برشا ديراباج قاعد يصير في الامور هذيا وربي باقي ستر لازم الدوله هي اللي تلقى الحل ولازم تكون معناتها ثم الوادي سيازيف ردعي معناتها اللي يشدوه يخلص على القديم والجديد مش حتى المشكلة هذيك ما تنطبقش على كل شيء خلينا نحكيو مثلا على السوق والاسعار والخضر موضوع اخر هذه حاجة ننجو فيها احنا لكن رغم ذلك ما تنجمش ما تضغط على سعر هذه سامحني حاجات تجي من برا معناتها تضغط الطماطم والفلفل والبطاطا كلها من تونس ثم شو اسمها البذور والغلة والكل يجوا من برا ثم حاجة تجي من برا وهما بون ما نحكيلكش على الغلة نحكيلك على التجارة بصفة عامة احنا معناتها الغلة تسمى رخيصة في تونس نحكيلك على التجارة معناتها الغلة في السوق تمشي كما تلقى الغالي تلقى رخيص تلقى المتوسط اما نحكي لك على التجارة نتاع تونس بصفة عامة معناتها لازم البلاد لازمها تقف اليوم تونسي باش يعمر داره الماء بالغالي على الاخر التجهيزات الاخرين غاليين مش بالسهل انه في ثلاثة وفي أربع خمسة سنين دارك تتعمر تخدم سنين باش وتشري حاجات ممكن مستعملة لازم تخدم ولازم تكون ذكي فيش لازم تكون ذكي باش حتى عندك شويه فلوس لازم تعمل حاجه تخلط باش تعمل حاجه نتاع تلبي لك حاجات نتاعك معناتها هذاك الشهريه باش تعيشك ولا لازم مخك هو اللي باش يعيشك ومخك هو اللي يجيب لك الافكار ومخك هو اللي يجيب لك الفلوس ويجيب لك الدنيا الكل. والانسان البسيط اللي مخك واقف عند حد شهريه شنو يعمل؟ يا دوبك كان جاته خدمه لازم يخدم اكثر وربي معاه، اما لازم يخدم شويه مخه، لازم يخدم شويه مخه حتى شويه، على خاطر ما تخدمش مخك ما توصلش، حتى تاخذش حتى 20 مليون راه ما توصلش في تونس، لازم تخدم مخك بمليون. وتقدم مخك خير من 20 مليون ومخك واقف. المشكلة حاجة أخرى سميق اليوم في تونس زادة، زلنا نحكيو على 450 ولا 480 ألف اللي ما سامحني ما تجيش حد شيء معناها. ما تجيش شيء والله الغالب شو هذيك بلادنا هذيك الوضع في تونس لازم واحد يعرف فيه يعيش وينظم روحه وإن شاء الله البلاد معناتها البلاد لازم البلاد ما تطور إلا ما الاقتصاد يطلع. لازم الاقتصاد طايح شويه في تونس كلام برشا هو في تونس الاقتصاد كيفاش باش يطلع الدول المسؤولين والحكومه هي اللي تقف الامور هذه ولازم يخدموا بقلب ورب لازم يحبوا تونس قبل ما يطلعوا البلاد لازم يحبوا تونس كما يحبوا اولادهم تشوفش الدينار التونسي طايح زاد بارابور برشا طبيعة طايح وان شاء الله ما يزيدش يطيح ان شاء الله يقعد معناتها كونستون ولا يطلع وهذيك لازم ولازم نحلوا اذا كان نحبوا حاجتي احنا تونس محلوله ومش محلوله لازمها تحل معناتها الحدود نتاعها ونوليو كيف اي نوليو ليبري شونج كما الدول المتقدمه شوف قاعدين نستفادوا احنا كمع دول المجاوره مبادرات تجاريه مفروض خاطر ليبيا ولا الجزائر ما همش ناقصين معنا اقتصاديا في حيث الموارد ما نتحسش اللي احنا في تعامل بين بعضنا ناقص حتى كدول ماهيش قاعده تشتغل كوم الفو. احنا عاملين كونفونسيون بيلاتيرال ومعناتها مع الامام مانيش نستغلوا فيه بالكل. اما واش خاص كان نستغلوا ليبيا معناتها البضائع نتاعها رخيصه، تزاي البضائع نتاعها رخيصه،
واحنا ننفعوهم بالافكار نتاعنا وهما بالبضايع، ونعملوا تبادل تجاري ممتاز ما بيناتنا، الاقتصاد يطلع ان شاء الله. والاقتصاد باش يطلع اقول لك باش تعافى تحبت له سنين، تحبت له اجراءات ردعيه واجراءات استثنائيه. صحيح، مش جينيراسيون معناتها بلاد تقف على ساقيها لازمها تروى جينيراسيون. احنا نمشيو بشويه بشويه كما نقول، الانسان يمشي بني دار من اساس، من بعد عروس، من بعد دالنا، من بعد جبه، من بعد قفون، بشويه بشويه. اما لازم نحبوا تونس، اما احنا لا غالب. ايش قلت احنا ما نحبوش؟ غالب لا غالب لا غالب اللي راه فيه، مش الكل يحبوا تونس. تحدثوا برشا نقدوا برشا وحشك الكذب برشا ومش باهي. ما يقولون نحبوا نبدلوا، لازم يبدلوا. الناس الكل تحلل والناس الكل تتكلم. تحلل ما ثم حتى شيء. واللي يشد بلاصه يحب يقعد وما يقدمش، لازم. اليوم اولادك قداش عمرهم؟ في الفيزون قداش؟ انا ولدي 17 وبنتي 12. اما شو خير؟ ما نجيش ما نحبش خير. الوقت نتاعك انت كي عشت فيه ولا اولادك اليوم؟ والله الوقت ديما باهي، الوقت ديما باهي، الوقت ديما باهي. الانسان يخدم ويتذكر ويعمل مخه ينجح حتى الدنيا صعيبه. بو امبورت قبل ولا تو ولا بعد، ما دام عنده مخ باش ينجح راهو ينجح. اما اذا كان الدنيا باهي ومخه بخايب راهو باش، واذا كان الدنيا صعيبه ومخه باهي راهو ينجح. وهذا شنو نعلمهم ديما، نوعيهم ولادي ديما نعلمهم. انا ولدي 17 سنه تبارك الله حطيته في مرمه، في مرمه كبيره ويقرا ويخدم. باش تعلم؟ اي في المرمى نتاعي. ويقرا شنو؟ نجح لل عام قبل باكي سيزيام سكوندير معناتها انفورماتيك. اي الناس يقولوا لها مهم برشا انه الصغير الاولاد يدخلوا في الخدمه، يخدموا وتقدم تقام لاباس عليهم والطفله الاولاد يخدموا. بالطبيعه لازم، عندي ولاية فرد كعب انا ما نكذبش عليك، طلعت الحمد لله راجل وان شاء الله على منوالي. المشكله اليوم برشا اولياء يتشكوا من صغارهم، يتفاجئوا بهم كسل، يعملوا على والديهم في كل شيء ما يخدموه. مش باهي، انا عندي ولايه فرد كعبه، عندي ولايه فرد كعبه وديما نخليه معناتها حتى كان عندي خدمه نحطه هو اقل واحد باش يتعلم بشوي بشوي. ما تقعدوش شايف عليهم ولا يراقب فيهم؟ يراقب فيهم، شايف عليهم وما هو اقل منهم. وانا زاد اقل منهم، يعني انا المسؤول وانا اقل منهم، انا اقل واحد في شانتي. عندك شاعر انت مقاولات حاجه هكا؟ عندي 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 مقاولات. انت قلت تكون اقل منهم تكون مش يبدا يتشيف عليهم وهو مش فاهم، حتى الخدمه من با تمشي. ما تمشيش، انا ترى سوابعي معناتها. انا ترانزيتير ونبني وكل شيء معناتها. الحمد لله اي سبعة. اما قد قد. على ذاك قلت لي اللي يحب يخدم يخدم. بالطبيعه. اللي يحب يخلط يخلط، حتى الدنيا صعيبه، حتى في الكورونا، ريت كورونا انا احسن احسن العشر سنين هذوما احسن احسن بيريود جتني في الكورونا، العباد بركت انا طلعت، انا طلعت. هاي هاو الحقيقه. عكس الانسان. على خاطر نخدم. العباد قال لك تشد الدار، ما نشدش الدار، نخدم، نكسر الاحجار. نخدم. 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 شكرا لك.